طب قولي لي بقى، لما قريتي الورق يعني انت مبدئيا اتبسطتي طبعا ان المخرج فاكرك واشاد بيكي، ولكن لما قريتي الورق ايه اللي شدك في الدور وحضرتي له ازاي؟ اوكي، هو انا اول حاجه اما كلموني، هم كلموني شركه الانتاج العدل جروب، فانا ما قالوا لي استاذ سامح عبد العزيز، وانا عارفه ان هو بيحضر مسلسل مع استاذه يسرى. فقلت لهم ايوه يعني ده مسلسل يسرى؟ فقالوا لي ولا حاجه. قلت لهم طب ثانيه واحده، يعني انا عندي شغل معاها ولا انا في المسلسل بس؟ قال لي لا عندك شغل معاها. قلت له طب ابعتوا لي الورق. فالمفروض كنت انا اقراه، يعني هروح اخد السكريبت وكده ثاني يوم. قلت لهم ابعتوا لي دلوقتي على الواتساب. وقعدت، كان معانا اول 15 حلقه، قعدت قريتهم كلهم قبل ما اروح امضي معاهم تاني يوم، يعني طبقت عشان اروح اقرا الورق. طبعا كتير ان انت تقري 15 حلقه بالظبط. فانا قريتهم كمان في 3 و4 ساعات، عشان هم كان بعد المسرح وكده وقت ضيق. فانا الاول طبعا اول ما قالوا لي سامح عبد العزيز ويسرى، انا كنت مياله اني اوافق، يعني اللي هو طب لو ما عجبنيش بقى هعمله عشان يتكتب في السي في بتاعي وخلاص. وانا عماله اقرا كل شويه الاقي لا ده محرك للاحداث، يعني انت اول 10 حلقات في المسلسل هتبقى القصه اللي شاغله الحلقات هي قصه نانسي. فهو مؤثر قوي في الاحداث، في مساحه تمثيل كبيره، في نقل، وفي في المشهد الواحد في اكتر من مشهد نقل ما بين حاله لحاله، ودي حاجه بتبقى مستفزه قوي للممثلين وصعبه. فبيبقى تشالنج انا كنت عايزه اعمله، فحسيت انه ده في كل حاجه انا ممكن اكون عايزاها دلوقتي. يتفق معاكي على وجهه نظر، هل ده طبيعي ولا دي حاجه لمستيها مثلا في التعاون معاه؟ بصي، في الاكسبيرينس بتاعتي انا اشتغلت 3 مسلسلات، 4 مسلسلات، اللي هم شبر مايه كان مع استاذ طارق رفعت، وهذا المساء كان طبعا مع استاذ تامر محسن، وعزمي واشجان مع استاذ اسلام خيري، وحرب اهليه مع استاذ سامح. حظي الحمد لله، هو اللي انا اسمعه ان مش كل المخرجين بتعمل كده، بس حظي الحمد لله ان في الاربع اعمال المخرجين كلهم كانوا بيبقوا لازم نقعد مع بعض ومع الممثلين اللي في المشهد نتكلم قبل المشهد. كل واحد بطريقته وكل واحد بالفيجن بتاعته، بس يعني انا دي حاجه بتبقى مريحه للمخرج والممثل عشان بتاثر طبعًا وقت الشغل. الحمد لله. مع يسرى بقى احكي لي عنها، اول مشهد بقى. انا مش من عادتي بتكسف قوي، وعمري ما بقول خالص، يعني انا اسم الشهره بسنت سيوم، حتى مش بكتب بسنت احمد سيوم، وما بقولش لحد خالص، بس بالطبيعي في ناس بتعرف يعني. اكيد. فانا بتكسف جدا وما بعرفش اتصور مع حد، بس انا بالنسبه لي دي يسرى، انا عايزه اتصور معاها، انا مش فارق معايا المشهد دلوقتي انا مسويه معاها، انا شفتها اون سيت عايزه اروح اتصور معاها. في صوره لازم تنزل على السوشيال ميديا، وانا مش هقدر اقولها عايزه اتصور معاكي. هتكسف، مش هقدر. فقعدت وصيت بقى ناس صحابي، فجاه اليوم ده كان متكهرب جدا ما لقيتش حد، فانا دخلت خلاص قاعده، فانا ما اتكلمتش معاها خالص، قاعدين بنعمل بروفا نقرا، فقرينا خلاص دورنا. يعني ما كانتش تعرف لحد دلوقتي انت مين ولا بنت مين؟ في اخر يوم في المسلسل. اوكي. وانا اتبسطت، هقول لك ليه دلوقتي. فبعدين جينا دورنا، اخذنا لونج شوت، فقالوا كات خلاص قاعدين. طبعا انا متوتره جدا ومش عايزه ابين اني متوتره، ومش عايزاها تقول عليا وحشه، ما انا اتوترت هبقى وحشه. فراحت قاعده كده، هي قاعده زيك كده مثلا، فراحت مرجعه دماغها لورا كده وبصت لي قالت لي انت اسمك ايه بقى؟ قلت لها انا اسمي بسنت. قالت لي انت شاطره يا بسنت. قلت لها بجد؟ فقلبت بقى بيبي قوي. قالت لي عندك حاجه كده مختلفه. قلت لها ثانك يو قوي، وبجد مش عارفه اقول لك ايه وبتاع. وبعدين قعدت احكي معاها وقعدت ترغي معايا في حاجات كتير قوي، فهي لذيذه جدا، وكل ده ما تعرفش حاجه خالص. اخر يوم تصوير ليا بابي جه، اصلا ما جاليش حتى، هو جه للاستاذ سامح يبقى رجله. فبالصدفه عرفت من ناس بقى، يعني حتى انا يعني قلت قدامها ان بابي موجود بره وكده، فراحت جايه قالت لي مش تقولي لي ان هو هنا. طب مش تقولي لي هو مين؟ وراحت ضرباني كده وراحت ماشيه مسلمه عليه. فهي شخص ديسنت ولذيذ، وما بتستخسرش كلمه حلوه في اي حد، وبتشجعك انك تعملي احسن حاجه عندك. طبعا يعني دي الديفا. ممكن اكون حبيته، ممكن اكون حبيت نفسي معاه، ممكن أكون حبيت اهتمامه بيا وخوفه عليا. أكتر حاجة الست تضحك على روحها بيها إحساسها بالوحدة. طب قولي لي بقى، ردود الأفعال اللي جات لك كانت عاملة إزاي، واستقبلتيها إزاي، وإيه أغلى حد مثلا أو أغلى مباركة حد قالك مبروك وحسيتي ان هي فرقت معاكي قوي؟ الاول ردود الافعال هي خضتني جدا، لان يمكن في بارت ان انا ما بقاش شاغله نفسي بردود الافعال، بس لما كنت خلصت تصوير خاص ومستنيه المسلسل يتعرض، قلت الناس نانسي دي هتصعب عليهم، فحاجه حلوه لما حدا يتعاطف معاكي.
ما تخيلتش خالص ان هما مش هتزعل بس قوي. ويستفزوا منها ويتفاعلوا معاها. وكان بيجيلي انا كل رمضان على تويتر وعلى انستغرام وعلى كده كان بيقعد يجيلي مسجز اقابل الناس في الشارع يوقفوني يقولوا انت رحتي البيت ليه، اقول لهم رحت بيت ايه، يقولوا رحتي البيت عند الولد ليه، فان الناس تتفاعل معاها قوي كده. وفي حاجه انا حسيتها معايا وحسيتها عامه في رمضان ده، ان الجمهور العادي بقى قادر يبص على الممثل هو كويس ولا لا. لان دايما كانت في الحاجات اللي قبل كده كانت الناس بتتكلم عن الكاركتر اللي بعملها، لكن في نانسي الناس كانت بتتكلم على نانسي وفي نفس الكومنت يتكلموا عليا. فدي حاجه يعني شايفه انه تقييم الجمهور بقى احسن، في وعي اكتر، بقى فني اكتر، بقى مش عايز يتقبل اي حاجه، وبقى عنده عين فنيه تلمح انت كويس، لا انت مش كويس، لا انا مش بقى معرفش. السنه دي مش بس معايا، انا بقولك حسيتها في كل المسلسلات. انا بتابع كويس قوي الفيدباك بتاع الجمهور عامه على اي عمل. فحسيت اعتقد نانسي يعني الجمهور اتعاطف معاها او ارتبط بيها اكتر من شهد كمان، صح؟ طبعا طبعا. اول حاجه طبيعي المسلسل حرب اهليه، طبعا فنانه يسرى عندها جماهيريه كبيره جدا جدا. انا اول مره فعليا افهم يعني ايه فنان، عارفه ان في فنانين عندهم جمهور، بس اول مره افهم الفكره دي ان جمهور الشخص ده تابع مسلسله ويدور على الناس اللي معاه فطبعا دي كانت بوينت. البوينت الثانيه ان شخصيه شهد هي شخصيه الكره لحد اخر المسلسل، لما تكتشفي ان عندها بعد معقد نفسيا شويه. بس اغلى فيدباك جات لي كان بوبي، واحنا مش ما عندناش اللي هو جو بابايا وبنتي اللي هو لازم يقول لي برافو وانا لازم اقول له شكرا وكده، احنا بنتعامل يديكي الكلام في وشك عادي وبنتعامل صحاب ومش لازم اقول لك كده دلوقتي. بس هو كتب لي كومنت انا فاكراه كويس قوي، كان بعد المشهد بتاعي مع استاذه يسرى. كتب لي قال لي انا فخور ان انا باباكي. ودي حاجه بالنسبه لي لمستني قوي، لان انا طول عمري اللي فارق معايا ان بحس ان هو محافظ على اسمه، والناس كلها بتشيد بيه كممثل او كانسان، مش هاجي انا يعني اقل من الحته طبعًا دي. ففكره ان هو فخور بيا دي بسطتني. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.